وكف لها زكريا. وكف لها زكريا. هنالك دعا زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ايات الله البينات والتي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بحريه رزنا مركز الزقازيق باسم اسره المرحوم الحاج منصور احمد منصور المدير العام لجامعه الزقازيق باسم نجمه المستشار احمد منصور شقيق المرحوم الدكتور سعد منصور باسم الاسره جميعا يتقدمون بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء والى سياده النائب باذن الله المهندس علي ابو احمد والى معالي المستشار احمد الرشيدي الاستاذ محمد الرشيدي الاستاذ محمد البنال والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء اصحاب الواجب الاستاذ محمد منتصر المتواجد معنا منذ صباح اليوم والى الاستاذ ابراهيم نجاح الدكتور احمد عبده مدير مدارس اللغات الشرقيه والى الاستاذ ماهر ابو الليل والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام وذيعت هذه التلاوه القرانيه المباركه عبر اثير موجات اذاعتنا الدوليه المتنقله عبر المحافظات منتقرلو الاذاعات الخارجيه اداره الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظه الشرقيه مخازن الفراشه الكبرى الحاج عطيه السيس العرور والمقيم بميدان الساحه الشعبيه بقسم الزقازيق البحري الهندسه الكهربائيه ولؤلؤه الانوار الذهبيه الحديثه الكبرى إدارة أشرف أبو عامر وأولاده والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري خدمة الضيافة المميزة المتر محمود أبو حسين والمقيم بميت زافر مركز الزقازيق خدمة النت العالمية عبر العالم المهندس صلاح ناصر صلاح شارع وادي النيل بمدينة الزقازيق وشكر الله ما استعاكم جميعا. الرحمن الرحيم ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافر ان تبت تاب ففضله لعباده نام ووافر فالله يغفر ما يشاء لمن يشاء الا لكافر بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وانت ظافر ان الحياه سفينه تجري ومن فيها مسافر. وطن اخوه الايمان والاسلام ولقد اجتمعنا اليوم لتكريم روح كريمه صعدت الى رب كريم في يوم كريم عند الله عز وجل فباسم اسره المرحوم الحاج منصور منصور المدير العام لجامعه الزقازيق باسم نجمه المستشار احمد منصور شقيق المرحوم الدكتور سعد منصور الذين يتقدمون بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء الى اصحاب الواجب سادة النواب اصحاب الواجب دائما سيادة النائب الاستاذ مجدي عاشور سيادة النائب المحاسب
حسن ماجد دياب سيادة النائب المهندس علي أبو أحمد الأخ الحبيب العائلة الهراوية أصحاب الواجب دائما في كل مكان الأستاذ معتصم الهراوي والشيخ ياسين الهراوي رموز السياحة بمحافظة الشرقية وإلى الحاج محمد العمدة الكفر الحص وإلى كل من أدى يؤدي واجب العزاء وإلى الأخ الحبيب الأستاذ أحمد نحلة المتواجد بيننا بواجبه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد.